الناس اللي معاه مستافدين وكل شيء مستافد وكل شيء واكل. والثروه انتم شفتوا 10% كتستحوذ على 63% ديال الثروه في المغرب. اذا هذا الشيء هذا الواقع ديال الفساد هما اللي بغاو يستمر وبغاو هذا الشيء ديال الرشوه تستمر. علاش باش تبقى هذه النخبه الفاسده وهذا التوجه الفاسد في البلاد يبقى حاط يدي على المجتمع وحاقر على هذه البلاد هذه وتيسنزفوا وتيحلبوا وحنا الناس بقات كتفرج والجمعيه ما خسرش بالله ما خسرش بالله. علاش لا تبلغ؟ لانه حنا عينيه القوم حنا الناس فوق القانون لانه ما تيعتقدوا. خصكم تعرفوا واحد القضيه، علاش ما كيجيوش على الوشايه الكاذبه على الناس الاخرين العاديين، ما تيجيوش على التبليغ على الجرائم الاخرى؟ الضرب رجع شكون تيضرب؟ راه ولا الشاب داكشي انتزاع الحيازه، هذا قتل، هذا الشيء ما دواوش فيه. النيابه العامه ما نكليهم، تكون وشايه تكون شكايه تكون غير تصلي وتلاقى مع شي حد تشدو، عندنا مشكل. خرجتي غير تصلي، خرجتي من الجامع تلاقيتي مع شي حدا، عيد البوليس يشدوهم يديهم. حنا عندنا مسطرة خاصة، امتياز قضاء. علاش؟ حيت حنا خدام الدولة، حنا خدامين مع البلاد، حنا خدامين مع البلاد، خصنا مسطرة خاصة ما يجيو معنا أي واحد. وهذا رئيس النيابة العامة هو اللي كذا، هانتوما شتو كي كتفوا التغول فين وصل؟ التغول وصل للنيابة العامة. النيابة العامة اللي كانوا الناس يقولوا هي مستقلة هي كذا، هاهما شدوها الرئيس النيابة العامة جلس في البيرو ديالك وسكت. ما تشي يعني هادشي. خصكم تعرفوا بان كاين واحد المرسوم في 2011 نور 20 فبراير دار اقسام ديال جرائم المال العام في المغرب، محاكم ديال جرائم المال العام في المغرب. كاين 4 المحاكم، كاين الرباط، محكمة الاستئناف ديال الرباط، محكمة الاستئناف ديال الدار البيضاء، محكمة الاستئناف ديال مراكش، ومحكمة الاستئناف ديال فاس. هاد 4 المحاكم اللي عطاهم هذا القانون انه يبتوا في جرائم ديال المال العام. جرائم المال العام اللي هي الاختلاس وتبديل الاموال العمومية. هادو دابا بمقتضى هاد المادة 3 باي باي، راه ما قالوش لهم لا لغيناكم، ولكن هاد المادة كتلغيهم. علاش؟ حيت الوكيل العام ديال الدار البيضاء دابا أو لا ديال الرباط عندكم هنا هو مختص في الجرائم المال العام. إلا جاتو شي شكاية واخا تكون موثقة ومقادة غنقول لك أخويا المادة 3 كتعطي لخصاصة رئيس النيابة العامة، غيصيفتها. عرفتي شنو؟ أقصى ما ممكن يدير إشعار الى السيد رئيس النيابه العامه، اشعركم واحيتكم علما بانه رئيس النيابه العامه شخصيه ديال التاوى غيصيفط مجلس الاعلى الحسابات ولا شي مفتشيه اللي مختصه، احيتكم علما. هاد احيتكم علما هاد السير كيبغي يشد عام، غيخرجوا للبحث 2 ولا 3 سنين، غيشدوا عندهم تقرير 2، غادي يحيلوا التقادم. جيتي كذا، اشنو عندك؟ عندك كذا خبره اي كذا؟ تقادم هادشي، عندك التقادم ولا مات؟ حدا بجوج، حيت كاين الناس اللي متابعين من القضاء عندهم الابحاث امام الشرطه القضائيه، عندهم ابحاث امام الشرطه القضائيه، راه بقاو في البحث وفي المحاكمه تماتوا ماتوا يعني ما تحاكموا ما تعاقبوا ما حتى حاجه صافي. 10 سنين 15 عام وكذا من المحل. اذا باش نختصر لكم هذا الشيء، حنا اليوم كنسجلوا المواقف ديالنا كجمعيه، كنقولوا للنيابه العامه، كنقولوا لوزاره الداخليه، كنقولوا للحكومه، الا كان شي جمعيه كدير الابتزاز او الا كان شي جمعيه كدير تصفيه حسابات منكم ليها كاين القانون، ما تعقلوا على حتى شي واحد، حتى شي واحد ما ترحموا كما كان وبداو بينا حنا. بغيتوا هذا الشيء تغلفوه باش توفروا الحصانه للمفسدين واللصوص للمال العام، حنا راه تنقول لكم ما غاديش نسكتوا، راه غنديروا وقفه النهار 21 شو تنبير امام البرلمان مع الساعه 5، وحنا دابا خدامين مع الاحزاب السياسيه والنقابات والجمعيات، الاحزاب السياسيه الديمقراطيه اللي ضد الفساد، والنقابات والجمعيات والاطارات المدنيه كلها بغينا نشكلوا واحد الشبكه لمناهضه الفساد في المغرب. حيت هذا الباب بغاو يسدوه، عرفتوا علاش؟ لان الباب الوحيد اللي باقي تيجي لهم من الصداع هو هذا. هذا الباب بغينا نسورتوه، نصفضوا النيابه العامه نديروا لها المينوط، المجتمع نسدوا ليه فمو تكميم الافواه، هذا الموضوع سالينا. اشنو بغينا دابا؟ بغينا الدول الاجتماعيه، الناس خصها الخبز خصها ما تاكل، بغينا نديو غير على المعيشه، الحريات حقوق الانسان الديمقراطيه داك الشيء الاخر لا، حريه الصحافه حريه التعبير الراي لا، داك الشيء لا، غنهضروا في هذا الشيء. اجيو لنا الله يحميكم نتفاوضوا نتناقشوا الى اخره. اذا هذا الواقع ديال الفساد راه اصبح خطير جدا، اصبح خطير جدا. وهاد الاحزاب السياسيه راه جزء، هاد الاحزاب السياسيه راه جزء من هاد البنيه، راه ما يمكنش، راه لا يعقل واحد عنده زواج السلطه بالمال
عنده مشكل ديال المحروقات مستافد من هنا ومن هنا، وعنده تجاره، وعندهم حتى هما مشاريع اخرى، الوزراء عندهم مشاريع اخرى حتى هما، غادي نوضوا يقولوا لا غنسمح للمجتمع باش يتبع لينا حنا. ما يمكنش. حنا تنقولوا الا جدتوا المسؤوليه العموميه عاولوا على المحاسبه. تحاسبوا من راه في برا تيديروا عليهم لي كاريكاتور، تنكتوا بهم، تيديروا بهم الحلقه. ما عمرنا سمعنا شي مسؤول مشى شكا بشي واحد شي صحافي جامي.